السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ هذا الفصل وهو الفصل الثاني واللي يتضمن المعادلات التفاضلية من المرتبة الأولى والمعادلات التفاضلية البسيطة من المراتب العليا. راح تتضمن محاور هذه المحاضرة اليوم ثلاث محاور. المحور الأول هو المعادلة التفاضلية من المرتبة الأولى والدرجة الأولى. راح نتعرف على طريقة من طرق الحل وهي طريقة فصل المتغيرات. راح نتعرف منها ضمنا على معنى الشرط الابتدائي. أولا نبدأ بمقدمة. عندنا المعادلة التفاضلية الاعتيادية من المرتبة الأولى والدرجة الأولى ممكن نكتبها في هذه الصورة. من المرتبة الأولى يعني تظهر عندي المشتقة الأولى، إذن هي من المرتبة الأولى. هاي المشتقة مرفوعة للأس واحد، إذن هي من الدرجة الأولى. المشتقة ممكن تكون دالة بدلالة X و Y، يعني إما نكتبها بهذه الصورة أو قد تكون X و Y دالة كسرية، أو نقدر نحولها إلى دالة كسرية أو تبسيطها بحيث نقدر نكتب X و Y بهذه الصورة. MX Y DX أو NX DY بدلالة Y، يعني في DY تساوي صفر. أي من الصيغتين، هاي الصيغة أو هاي الصيغة، نسميها معادلة تفاضلية من المرتبة الأولى. ليش؟ لأن نقدر نقسم الآن على dx على هاي القيمة، نقسم على dx وصير عندي dy إلى dx من المرتبة الأولى، وصير هاي مجرد دالة بعدد تبسيطها، نوصل إلى هاي النتيجة. خلنا نأخذ مثال حتى نوضح الأمر. مثلا عندنا هاي المعادلة التفاضلية من المرتبة الأولى، من المشتقة الأولى، ومن الدرجة الأولى مرفوعة للأس واحد. هاي آخر مرة أعيدها بعد لأن صارت واضحة المسألة، المرتبة والدرجة. هاي الدالة هي f of x y، يعني دالة هم بدلالة x وهم بدلالة y. ممكن أن نضرب يعني نضرب وسطين بطرفين حتى نحصل على هاي المعادلة. شلون حصلنا عليها؟ ضربنا الوسطين في الطرفين حصلنا على هاي الصيغة. شنو هي الصيغة؟ x ناقص 3y dx ناقص أو زائد x ناقص 2y dy يساوي صفر. هنا ليش انقلبت؟ هنا 2y ناقص x بينما هنا x ناقص 2y، باعتبار أنه نقلناها للجهة الثانية فتغيرت إشارة، حصير علامة مساواة نقلها للطرف الثاني، يتحول السالب إلى موجب والموجب إلى سالب بعملية التحويل. مو ضرب، هو مجرد عملية جمع وطرح، حيث أنه الأم إذا أريد نقارنها بالمعادلة السابقة قارنها بهاي الصيغة، راح تكون عندنا الأم هاي الصيغة والواي هي هاي صيغتها. فهاي معادلة تفاضلية من المرتبة الأولى، وهاي الصيغة أيضا هي صيغة معادلة تفاضلية اعتيادية من المرتبة الأولى. طبعا راح نركز بهذا الفصل على مسألة حل المعادلة التفاضلية، إما اللي هي بهاي الصيغة أو حل المعادلة التفاضلية اللي بهاي الصيغة. هي بكل الأحوال هي معادلة تفاضلية من المرتبة الأولى، سواء ذكرت بهذه الصيغة أو بهذه الصيغة احنا راح نبحث عن حلها. صيغتين متكافئة، ما عندنا مشكلة بهن من ناحية رياضية. طريقة فصل المتغيرات، شنو هاي الطريقة؟ إذا قدرنا نكتب المعادلة واحد اللي هي هاي المعادلة، هاي المعادلة واحد أو عفوا هاي المعادلة واحد، نعم، إذا قدرنا نكتبها بهذه الصيغة بحيث عندنا دالة بدلالة X فقط مقسومة على دالة بدلالة Y فقط، إذا قدرنا نكتبها بهاي الصيغة فمن الممكن حلها بعد ببساطة من خلال شنو؟ نضربها. أيضا نضرب طرفين في وسطين أو وسطين في طرفين، فصير عندي بهاي الصيغة. ليش عزلنا المتغيرات؟ حتى نقدر نكامل ببساطة. ما يصير أكامل إذا كان عندي X أو Y، أقدر يعني مختلطة نقدر نكاملها. هسه راح نحاول نوضحها من خلال الأمثلة القادمة.
فعملية الحل مجرد تكامل بسيط، إن كامل جهة y على حدة وإن كامل جهة x على حدة، فنحصل على المعادلة حل المعادلة. شنو معنى حل المعادلة؟ أوجد الصيغة الصريحة اللي تربط y بx. قلنا حل المعادلة هو إيجاد الصيغة الصريحة اللي تربط y بx واللي ما تحوي على مشتقات. طبعا هنا c هو ثابت التكامل. هاي الطريقة نسميها طريقة فصل المتغيرات، وراح أوضحها من خلال مجموعة من الأمثلة. مثال الأول، إذا كان عندنا هاي المعادلة التفاضلية dy إلى dx تساوي y تربيع على، نحلها. شنو حلها؟ يعني نوجد العلاقة الصريحة اللي تربط y بx. هسه بريد نخلي y ترتبط بx، راح نشوف عندنا مشتقة، صيغة للمشتقة. احنا ما نريد الحل y دلالة x بحيث ما يحوي على اي صيغة اشتقاق، لا الاكس ولا الواي. فعملية الحل شو راح تكون؟ اول خطوة نحاول نعيد كتابة المعادلة بالصورة الاتية مثل الصورة السابقة بالمثال. ليش؟ حتى يسهل علينا عملية ضرب الوسطين في الطرفين. اذا ضربنا الوسطين بالطرفين راح نحصل على هاي النتيجة، انه واحد على y تربيع dy، واحد على x تربيع dx، ونجري عملية التكامل. بعد عملية التكامل اصبحت جدا سهلة، وناتج هاي العملية هو انه ناقص واحد على y ناقص واحد على y هي تكامل واحد على y تربيع، تكاملها ناقص واحد على y، وهاي الدالة تكاملها ناقص نصف x تربيع بالمقام، يعني مو او مثل ما هو مبين امامكم. C هو ثابت التكامل مثل ما قلنا. بالإمكان أنه نحتفظ بالصيغة كما هي ويعتبر الحل كامل، أو نبسطها نجري عليها تبسيطات أخرى بحيث نخلي Y بالبسط فتكون بهذه الصورة. مثال آخر، إذا أعطينا آخر، إذا أعطينا قلنا أنه قيمة Y عندما X تساوي 1 قيمة Y هي 3. هاي تقرأ كالآتي: إذا y قيمة، إذا x تساوي 1 فإن قيمة y تساوي 3. هذا الرمز معناه أنه عندما x تساوي 1 قيمة y تساوي 3. فإذا أعطيت هذا التفصيل أنه قيمة x تساوي 1 عند ال y 3، المطلوب شنو؟ نحل هاي المعادلة التفاضلية. هاي المعادلة التفاضلية المطلوب حلها بطريقة فصل المتغيرات. الخطوة الأولى، نحن نشوف هنا إذا أريد نضرب وسطين بطرفين ما نحصل على فصل المتغيرات. ليش؟ راح يكون عندي هاي، إذا نضربها عندي y و x، وهاي عندي y و x. فإذا طلعنا من البسط x عامل مشترك، ومن المقام y عامل مشترك، أصبحت عندنا دالة قابلة للفصل. شلون قابلة للفصل؟ عندنا هاي كأنما هي يعني حاصل قسمتها هي دالة بدلالة y، وهاي حاصل قسمتها دالة بدلالة x، يعني هذا الحد وهذا الحد. أيضا نضرب ترتيب، إعادة ترتيب المعادلة خلينا نقول. فإذا عدنا ترتيبها راح نقدر نكتبها في هذه الصورة. مجرد الآن عدنا ترتيب المعادلة، ضربنا ال y، ضربنا الطرفين بهذا ال y، وقسمنا على 3 y تربيع، وضربنا هذا الطرف، يعني الطرف اللي ضربناه احنا بدي اكس، حصلنا على هاي النتيجة. عملية التبسيط لكم انتم تتمرنون عليها. المهم احنا الان حصلنا على هاي النتيجة، لكن هاي النتيجة بعدها ما مكاملة. اذا كاملناها شو نحصل؟ نحصل على هاي النتيجة. هاي النتيجة تمثل ناتج التكامل لهاي المعادلة. انتبه لي، هنا شو عندنا؟ عندنا y تربيع 3 زائد y تربيع، شنو مشتقتها؟ مشتقتها 2y. اذا المشتقة متوفرة بالبسط، حتى تكون المشتقة متوفرة بالبسط لازم عندي 2y. فبما انه ما عندي 2y بالبسط، ايش اسوي؟ اضرب ب 2 واقسم على نصف، اقسم على 2، يعني 2 اضرب في 2 واقسم على 2 معناها
راح تنضرب في نصف. كذلك هاي الحد راح يكون الحل بهذه الصورة. أجر إما أكتفي به أو أجر عليه سلسلة من عمليات التبسيط. هاي سلسلة من عمليات التبسيط للحد، إنه إذا أنقلها للجهة أضرب في اثنين، أضرب الطرفين في اثنين، ومن أنقل اللين هذا للجهة الثانية يصير سالب، لأن الطرح يصير قسمة من خواص اللين. أو أقدر أجر عليه بعد تبسيط آخر إنه أخذ الإكسبوننشال للطرفين وأجري تبسيط، راح أحصل على هاي العلاقة اللي تكون بها واي معزولة على حدة وإكس معزولة على حدة. إكسبوننشال للطرفين ونعيد تبسيطها، إكسبوننشال يلغي اللين وهذا يصير إكسبوننشال سي 2. إذا السي 1 هو عبارة عن إكسبوننشال سي 2، فنجري عملية التبسيط. إذا حصلنا على هاي الصيغة اللي تربط واي مباشرة بإكس، حتى ممكن جذرها، بس إحنا سأخذ نتناولها بدون جذر بهذه الصورة. بدون جذر خلنا نتناولها بهذه الصورة، إنه واي تربيع تساوي هذا القيمة. إيش بقى عندنا المجهول الآن؟ هو تحديد قيمة سي 2. قيمة سي شلون نحددها؟ ممكن تحديد قيمة سي باستخدام الشرط. طبعا احنا قلنا الشرط ان عندما اكس تساوي واحد الواي لازم تساوي ثلاثة. هاي المعادلة اللي حصلنا عليها، واي تساوي واي تربيع الاكس، اذا عوضناها واحد المفروض الواي تطلع قيمتها شنو؟ ثلاثة. نعوض او الشرط الحدودي، فعوضنا عن اكس واحد، كل اكس عوضنا عنها واحد، الواي عوض عنها ثلاثة، صارت الواي تسعة. فيصير عندي سي في واحد زائد واحد تربيع اللي هو مكان اكس ناقص ثلاثة. واحد تربيع واحد، واحد زائد واحد اثنين، فاثنين سي ناقص ثلاثة يساوي ستة. انقل الثلاثة للجهة الثانية صير 12 يساوي اثنين سي، اذا السي تساوي ستة. من عندها نوجد انه السي تساوي 6، وعليه المعادله تكتب بصورتها النهائيه، يعني الحل بصورته النهائيه راح يكتب بهذه الصوره، وهي الصوره هي اللي تحقق لي هذا الشرط. هاي صوره عامه للمعادله التفاضليه، بس هاي المعادله حتى تحقق الشرط هذا لازم تكون قيمه السي 6 مثل ما بيناها. بعض الاحيان طريقه فصل المتغيرات تكون بها المعادلة التفاضلية تعطى بصورة غير واضحة. المعادلة التفاضلية راح تعطى بصورة غير واضحة. مثلا نأخذ هذا المثال. هذا المثال شنو معناه؟ معناه عندما X تساوي 0 الواي تساوي 2. عندما X تساوي 0 قيمة Y لازم تساوي 2. فالمطلوب شنو؟ المطلوب حل هذه المعادلة التفاضلية. ظاهرا ما نعرف شو نجري عليها عملية فصل المتغيرات، بس بإعادة ترتيب بسيطة ننقل x ناقص y للجهة الثانية، تصير x ناقص xy. الواي داش معناها dy إلى dx. ننقل هاي للجهة الثانية، نطلع x عامل مشترك، راح نحصل على هاي الصيغة. الآن أيضا وسطين بطرفين، راح نحصل على هاي النتيجة. dy ناقص على 1 ناقص y يساوي x dx. إذا أريد نكاملها، طبعا هذا الدالة مشتقة المقام موجودة، مشتقة المقام هي ناقص واحد، فحتى أوفر مشتقة المقام أضربه بناقص واحد وأطلع ناقص واحد خارج، فيصير المقام تكامل لن باعتبار المشتقة مالته متوفرة، فيصير لن واحد ناقص واي يساوي هاي النتيجة. زين، أكامل الطرفين، تكامل هذا الحد قلنا هو ناقص لين واحد ناقص واي، هاي تكاملها اكس تربيع على اثنين زائد سي. ممكن نكتفي هنا، وممكن نجري أيضا مجموعة من عمليات التبسيط، إنه ناخذ الإكسبونينشال للطرفين تترتب حيث أي هي إكسبونينشال سي 1، الأي هي إكسبونينشال سي 1، أنتم ممكن تاخذون إكسبونينشال للطرفين تأكدون منها. بعد إجراء عملية التبسيط نحصل على هاي الصيغة، هاي صيغة y بدلالة x. احنا بقى من عندنا مجهول نريد نحدده، ال a منين نحدده؟ من الشرط الابتدائي. شو يقول الشرط؟ لا تتذكرون انه قيمة y تساوي 2 عندما قيمة x تساوي 0. هاي x 0 و y 2، وين نعوضها؟ هنا. شوف قيمة y 2، هاي قيمة y 2،
واحد ناقص ناقص قيمة الاكس صفر، اكسبوننشال الصفر تبقى اكسبوننشال الصفر، اكسبوننشال الصفر ايش قد قيمتها؟ واحد، اكسبوننشال الصفر قيمتها واحد، فصير واحد ناقص اي يساوي اثنين. ماشي، ايش اسوي؟ انقل الاي لهاي الجهة وانقل الاثنين لهاي الجهة، فصير كأنما الاي تساوي واحد ناقص اثنين، واحد ناقص اثنين هو ناقص واحد، اذا قيمة اي هي ناقص واحد. وبذلك أوجدنا الحل التام اللي ممكن أن يعطى بهذه الصورة بعد أن عوضنا عن قيمة الأي. هاي اليوم المحاضرة ملخصة مختصرة، وإن شاء الله نوضحها أكثر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكو تمارين مرفقة بالPDF المرفق مع المحاضرة.